دعت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين الكويتيين الموجودين في جنوب شرق الولايات المتحدة لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع العاصفة الاستوائية إيداليا. وأضافت السفارة في بيان لها أنه في الوقت الذي تتمنى فيه للجميع السلامة، فإنها تؤكد على ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية، داعية المواطنين الكرام إلى التواصل معها ومع القنصليات العامة لدولة الكويت في نيويورك ولوس أنجلوس عند الضرورة على هواتف الطوارئ الظاهرة على الشاشة.